أعزائي المشاهدين، البرنامج تصفي قلبك هو في العادة برنامج يدخل إلى كل البيوت التونسي، يدخل لدار المشاهد التونسي وللعائلات التونسية. اللي باش يصير توا هو العكس. احنا لهنا فريق الحوار عائلة ومجموعة من العائلات، احنا أخوة مجموعة من العائلات، والناس اللي تفرجوا تويكا هما اللي باش يدخلوا لدار الحوار التونسي باش يكتشفوا خفايا وأسرار وحقائق وقصص حب جميلة ورائعة. في الحلقة متاع الليلة عندنا زميلنا معانا في برنامج صفي قلبك ويشتغل في قناة الحوار التونسي، هو كاميرامان فهمني ولا، موجود معانا لهنا. واحنا اليوم نصوروا في عيد الحب، أحب فتاة، والفتاة هذه يعني من حسن الحظ فهمني ولا أن هي زادت زميلتنا موجودة لهنا، واليوم حب يعترف لها قدام العالم مش في البرنامج. فكي سمعنا نحن الحكاية قلنا علاش يعترف لها فهمني في الكواليس، علاش ما يعترفش قدام 12 مليون مواطن تونسي. هي ما في بالهاش، هي لاهية بالقيافة والتجميل. مش نعملوا السيناريو فهمني ولا، بعد شنعيط لها نقول أنا أعمل لي شوية بودر في راسي وكذا فهمني ولا، وهو وقتها مش عمل لها ديكلاراسيون دامور، قولها أنا أحبك، وممكن رب حضر لها كادو في عيد الحب وتكون أول إتنسال متاع قصة جميلة. تعاونونا شوية فهمني ولا، نستقبله بكل حب. مستانس هو اللي يصور فينا وكذا، طويكة هو في الواجهة. عز الدين، سي عز الدين مرحبا بك. وبيك عايش. سي عز الدين منين جيتنا؟ من أريانا. من أريانا، تحية تحية. السؤال الموالي، كاميرا عند شكون خليتها؟ فارغة واحدة. واحدة كاميرا فارغة واحدة، وهذا مهم، هذا مهم، الديكلاراسيون مهمة ياسر ياسر ياسر. سي عز الدين أنت كاميرامان، إيش معناتها كاميرامان؟ كاميرامان مصور تلفزي، نخدم في البرامج الكل، في قناة الحوار بريسك، البلاتو الكل، ليزيميسيون الكل. فنان يا عز الدين. رحمه تخوف الدادة. طوى أخوي يجب تفسر للعالم. أنت إيش تعمل لهنا؟ عز الدين أعطينا من الأخرى، طوى عبيت تفرج كل. أنا جيت نخدم. آه. جيت نخدم. أنت جيت تخدم. آه. في الصباح. في الصباح كالعادة. إيه. اليوم نذكر اللي هو 14 فيفري، اللي هو عيد الحب. عيد الحب. إيه. عنا زميلتنا تخدم معانا. إيه. نعرفها عندي قرابة عام قل شوي، فهمتني؟ ما صارتش رولاسيون بيناتنا ولا صارت حاجة ولا علاقة حب ولا حاجة. زميلة نحترمها، تحترمني، نحكيو نورمال، أصدقاء، عجبتني داخل معناها بنية صافية، حبيت قدام الناس الكل، خاطر نتوما ديجا عائلتي الثانية هذيا. صحيح صحيح. حبيت قدام صحابي، قدام عائلتي، قدام الناس الكل، حبيت اليوم نجي وقدام عائلتها بيان سور، قدام عائلتها وقدام عائلتي بيان سور، فهمتني؟ حبيت اليوم جيت نخطبها لهنا في البلاتو عندكم. تخطبها؟ اي. معناتها ديراو محلاها الفاز. شو الاخرى عرفتك؟ محلاها محلاها. مش عليها يعني. ليه لحظة خمس سنين فازة. انت لمحت لها معناتها ثم ثم مس في العينين. شوية بالعينين. بالكلام لا. معناتها انتم تو شنية اصدقاء. يا عزيز اخوي. زادم على جبل القدومة. تعمل لنا فضيحة، تصير لنا فضيحة. هي ثم منه شوية. ها؟ صحيت. معناتها تستلطفك هي. هاي. ثبت في دوسها اللي هي مش مخطوبة، ما عندها حد في حياتها. لا ثبتك هيك. أموري مريك. عملت أبحاثك. عملت أبحاثي. به. سي عز الدين يحكيوا لي الزملاء في الحافله وبارك الله فيهم على المعلومات الشافيه والضافيه. حييهم.
رغم هكا الكل بيتكلموا في ودي برشا يتكلموا طول عمره ما صارت حيهم. قالوا لي انت كنت تراقب فيها هاي احكي لي كيفاش راقبتها كيفاش شو راقبتها كيفاش حسيت بالحب. أنا قلت لك احنا اصحاب نحكيو في كل شيء ما صارتش حاجه رولاسيون بيناتنا ولا تقابلنا ولا حكينا ولا معني حتى كي نحكي ونحكيو كاصحاب وكل شيء فهمتني. ما ضحكتك تخوف شويه تخوف يس ودي هكا هاو دونك هاني قلت لك حسيتها طفله باهيه محلاها. كيفاش عرفت عزين اللي هي ما عندها حد في حياتها؟ ما نحكيو في كل شيء انا وياها. سالتها اي معناتها قلت لها عندك شكون في حياتك؟ ليه نحكي وهي تحكي لي ديجا في كل شيء وانا نعرف برشا حاجات وهي تعرف برشا حاجات. من باب انكم اصدقاء, أصدقاء. مقربين وي باهي. حكيت لعائلتك؟ الحقيقه ما زلت معناتها عائلتك تمشي تصدموا في المباشر اي ومتحمل مسؤوليتك قدام عائلتي وقدام عائلتي الثانيه قدام الناس الكل صحيت. و ما سألتش على دارهم يقبلوا لي؟ انت بالنسبه لك انت الاهم انه هي تقبل. بالطبيعه هي تقبل ومن بعد باش نهز دارنا ونمشي لبنان ودارنا ونمشيو نحن معك. مرحبا بكم. انا نعرف الكواليس اللي انت تقلد مليح. مش برشا تقلد مليح يقلد بطريقه غير عاديه بالمره. باش نبداو بياسين بن قمر. اعطيني ياسين بن قمر كي دخلنا طول المربوط ياسين بعدها اي ياسين كيفاش ياسين؟ ياسين هذه هي الارينا نحبوا عليها هذه هي الجرينتا نحبوا عليها. صوت ولا مش صوت الساعة؟ باه اعطيني توا أعطيني توا حمزة البلومي. حمزة البلومي مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحقائق الأربع. ديسمبر 2020 بدأت الحكاية. خليل زروق هذا زمينا الحي هذا خليل زروق به أنا انت لا ما نعرفش قلتك لا ثم كلمه كود هذيك ما فيهاش كلام رحمن رحمن صحيت 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 يا ربي يا علي ان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم نفرحوا الناس الكل. انا منتظر انا نعرفها البنيه احسنت الاختيار ما احلاها وقديش بنيه لطيفه وقديش بنيه عاقله وقديش بنيه رزينه فهمني ولا وانا نتمنى اليوم انه نشوفوا اقوى مساج في العالم ان شاء الله. تعرف شنو نعملوا نحن تو ولا؟ شنو نعملوا؟ انا تو باش نعيط لها باش نقول لها تعمل لي روتوش مكياج. اوكي. في الروتوش مكياج فهمني ولا؟ باش نمشي غادي انا باش ما تشوفكش. باه. تعمل لي روتوش مكياج. انا وقت اللي نقول ميرسي شو اسمها هي؟ أميمة. انا وقت اللي نقولها ميرسي أميمة. أنا كي نقول ميرسي أميمة أنت تصدم. أوكي. ما مش تصدم علي غادي تبدأ تحكي من غادي. من هنا خلينا نصدم غادي. لا عيط لها قول لها يا أميمة عبارة أنت كنت في إجي تفصل كفازة. وقت اللي أنا باش عيط لها أنت باش تكون قريب للكاميرا لهنا. عبارة كنت تخدم في الكاميرا أنت لهنا لهنا في الكاميرا فهمني كي نقولها أنا ميرسي أميمة أنت تقول أميمة أميمة هي باش تجي لهنا نخرج من هنا. رحمن رحمن سمعتني؟ باه سمعتني؟ باه. أنا راني ما نعرفكش وباش نضمن فيك. صلى على تجيش تحشمني خويا البر هذا برنامج صحيح ولا ايه؟ تحشمنيش باه فهمتني؟ باه ودار الطفل الكل يتفرج ما هو ناوي باش تخطب من بعد يطلع ليش فيلم انا ذي لا لا ناوي تخطب من بعد يا توانسه شاهدين عليه اسمه عز الدين اريانا وين دار؟ في اريانا وين؟ وسط اريانا اي وين؟ شارع حبيب بورقيب شارع حبيب بورقيب وسط اريانا هاك شهدت عليك داكوردو وما لقيتوش غادي يجوا للفجه في الفجه موجود لا خويا العبش انا والله بالحق هاي حاضر بابا برا انت وين الكاميرا
تختلف لماكسيموم. رتوش مكياج برب رتوش. ها شوف كتليفه قوة قوة الرب عايشك يا شختي. أعوريني أطمزيني أطمزيني. مرسي أميمة مرسي لاتك صح. مرسي أميمة أميمة دعيت الكرة دعيت الكرة أميمة لحظة خلنا نجيبوا بلدور. شنو هي القصة دي؟ ما عرستي نسا. اخرج اخرج يا نيس. كلمي في ميكرواش بنتي. تعرفوه؟ ايه. ها؟ ايه. منين تعرفيه؟ عندي برشا. ها؟ برشا. اي برشا اي. يعني من قبل ما يخدم معاكم يعني. اللي كان يخدم قبل معنا وتحكيوا مع بعضكم واصدقاء صحاب اي صحاب اي صحاب معناتها اي اي شنو اللي صار هذا توا؟ اللي صار توا اسالوه هو انا ما في باليش. اي هل انت سعيده؟ هو محلاه على الاخر معناتها. هو متربي ومحلاه معناتها ماهيش باش نلقى ما خير منه نتصورك. ليه عاد كيكا طول ليه عايش بنتي ليه عايش بنتي كيما 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 بنتي فاطمة راهو شني يجي يخطب لي بنتي في الاستوديو ليه ما رينا منه شيء لا جاب علاقة لا علوش زاد ما كان كنت تفطر تو فطرت عند الجعديري ما قلتش معاك انت عنا زميلنا الجعديري مسؤول على الماكلة توا بيه شكون اللي عيط شنيا توا انت يا رسول الله مديتي صبعك طول انت مقتنعة بيه محليه الخاتم محليه الخاتم عجبك هو باهي في الميكرو تكلم لا اعطيني طول الحقيقه هو باهي اي هو باهي معناتها رجال على الاخر تحبوا اي بالطبيعه الله تراك تراك بالله زدين يا خويا بالله زدين دي رفعت لي راسي يا زدين والله يا زدين ما يرفعت معناتها نجموا نجيو لداركم نخطبوا نجموا نجيو لداركم نخطبوا انا عباره خالته انا نحكي معاك نجو نخطبوا خالتي عفيف ها خالتي عفيف خالته عفيف انا نجيو نخطبوا السكوت علامه الرضا زغطوا نسويه تفضل ارتاح
تفضل ارتاح معي تفضل. أنيس 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 بنتي أنيس 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 بنتي أنيس صدق أنيس أنيس آه يا باباي أنيس أنيس سكت عاتي على ابو طبيله مش زكار هناك حشاشه بالبخور بخر انيس انيس ايش له ابو العريس انيس انيسة خرج الكانون بوك شو اسمه؟ بوك شو اسمه؟ أمان اسمه أمان ليه بالحق مش يتكلم بوك طفلة؟ لا أمان شو ليه أمان؟ نمسك ولا نخطفه؟ أمان شو اسمه نويل شو اسمه؟ أمان جعفر بليز بليز شنو؟ عزين بوه شو اسمه؟ أمان بليز ليه بالحق بالحق؟ والله ما نعرف أي نجمه طوى والد اللي أميمة فهمني ولا هذا بسم الله الرحمن الرحيم والد الله أميمة ها جاي جبتوه شكون لا لا جبنا امك هكا ليه يا ودي جبنا حد لا والله ما جبنا حد لا لا هو الحركه اللي عملها قمه في الرومانسيه وقمه في الحب وفي الشهامه السيد هذا انا نعرفه كيما اخويا السيد هذا يحبك برشا وشريك معناتها حاجه وانت تستحق انت نواره في الحوار نواره بسم الله ما شاء الله عليك تربيه والناس كل تحبك واخلاق ورزانه ان شاء الله ربي يهنيك وخدامه ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الباهي ربي يكرمك خاطر انت بنيه باهيه وهو زاد ولد عائله ولد اصل يحبوك برشا عزيزين واللي عمل حاجه كيما هذه خويا وما تبولدش على بنات الناس والله العظيم وجاء قدام العالم كل يستحق كان التحيه كبيرة برشا محليك راجل صاحبي محليك 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 وإحنا فخورين بيك برشا 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 والوالد متاع أميمة تتفرج فيها توا باش نجيو نخطبوا لسي عز الدين فهمتني ولا وإن شاء الله ليكيب الكل باش تجي والحوار الكل باش يصدم غادي خويا فهمتني ولا أه رحمن غير وسع البطحة فهمتني ولا ونجيو خويا نشطحوا ونغنيوا ونفرحوا العزين واميمه ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الباهي وان شاء الله ربي يهنيكم وان شاء الله هذا بدو بتمام عايش ليه الخاتم ها سكت سكت اسكتوا بربي اسكتوا اسكتوا طيحوا شويه الضوء طيحوا شويه الضوء خليه عبارة قاعدين مع بعضكم في قهوة وحدكم تو. أنا عبارة شجرة. أحكيه مع بعضكم وعدها هيك قدامك. بس شنو وعدها وعدها مش قحر لها عزدين. فيش شنو عد؟ بالحياة في المستقبل. أكثر من الحياة هذي. أنا قدام الناس الكل جيت. تخوف تخوف موزيك يمشي يا زين أنا قدام الناس الكل قدام العباد الكل اللي تتفرج فينا قدام ببليك قدام زملائي اللي يخدموا معايا كما قلت هذي عائلتي الثانية أنا اليوم باش تفرجوا عائلتي وعائلتها وعائلتي الثانية اللي هي موجودة توا اللي هي شافت قبل ما يتعدى كل شيء فهمتني أنا نوعدها الطفلة ذي اللي أنا مش أكون معها راجل واللي راني قاصد الخير
هذاك علاش انا جيت لهنا قدام العباد الكل قبل ما نعمل كل شيء، جيت قاصد الخير، ما عندي حتى نيه اخرى ابار اني قاصد الخير، ابار اني باش نعمل عائله مع المراه هذيا، على خاطرها مراه طيبه برشا، مراه باهيه برشا، مراه حنينه برشا، وما نتصورش باش نلقى من خير منها. يحيى الحب، يحيى الحب، والله العظيم محليه الحب، محليه الحب. عزين خويا توكلوا على ربي. يلا طوانا نكمل بخيط الواحد. ميرسي، ربي يسعدكم ان شاء الله. محليه الحب، ملا مموع شنيه، ملا عز الدين، محليه اميمه. هو اللي فات راي الدنيا ديتاي، هو اللي فات انه خمم فيها الحكايه. ايه هذيك باش تقعد لها بالحق، راهي القوه في الديتاي. كيفاش راجل حب امراه وقال انا نحب نعمل حاجه اوريجينال، مش حكايه فلوس، مش حكاية خاتم وش يسوى الخاتم وذهوبات وجاه ومال. فيقوا يا رجال اللي حاضرين بعضيا لهنا، كونوا كيما عز الدين تضحكوا. فيقوا يا رجال، وينهم؟ سمعتوني؟ ماذا بيه تعملوا حركات كيما هذه؟ فهمني ولا؟ وان شاء الله ايامتكم كل حب. فرحنا لك عز الدين، وباش نتبعوا عز الدين وزوجته في المستقبل ان شاء الله. ربي يهنيهم، تحيه كبيره برشا ليهم.